اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك الله، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا في حرزك وضمانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يضام. اللهم احفظ علينا ديننا وأنفسنا وأموالنا وأبنائنا ودنيانا. اللهم إنا نسألك أن تسبغ علينا من وافر النعم، وأن تدفع عنا النقم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا،
اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اشف اللهم مرضانا، اشف اللهم مرضانا، وعاف مبتلانا، وفرج همومنا، ونفس كرباتنا، واقض ديوننا، وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم احفظ جنودنا، واحم حدودنا، واحفظ ثغورنا، ووفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان، ضاقت بهم الحيل إلا ببابك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك. من يفتح الباب إن أغلقته؟ من يعطي العطاء إن منعته؟ يا رحيم يا رحمن ارحمهم، يا رحيم يا رحمن ارحمهم، وأزل همهم، وأذهب غمهم، واحقن دماءهم، وول عليهم خيارهم، وتقبل موتاهم شهداء في سبيلك يا الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام، لذنا بجنابك، تعلقنا برجائك. إلهنا لا تصرف وجهك الكريم عنا، تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. إن طرحنا ببابك، أنخنا مطايانا بساحتك. إلهنا يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا الله يا الله يا الله. اعتصمنا ببابك، لذنا بجنابك، اللهم لا تصرفنا إلا وقد اعتقت رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى. يا رحيما بعباده، يا عظيما في عليائه، يا واحدا في ألوهيته، يا
من يسمع النداء ويجيب الدعاء، تقبل دعواتنا واسلل سخائم قلوبنا، وأفض علينا في هذه الليلة الشريفة من واسع رحماتك، وامنن علينا بفضلك وغفرانك يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. هؤلاء عبادك وإماؤك قصدوا بيتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأعط كل واحد منا مسألة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد.